بسم الله الرحمن الرحيم، معكم محمد حمادة، اسيستنت بروفيسور فود هايجين، ديبارتمنت اوف فود هايجين اند كنترول، فاكولتي اوف فيترينري ميديسين، يونيفرسيتي اوف سادات سيتي، ايجيبت. اهلا بكم في المحاضره رقم 9، ليكتشر نمبر 9، وهي بعنوان الليمفاتيك سيستم. الليمفاتيك سيستم مينلي كومبوزد اوف 3 مين كومبوننتس، اللي هم الاورجنز، الفيزلز، الليمف. الأورجانز وهي تمثل نوعين أساسيين، البرايمري والسكندري أورجانز. البرايمري أورجانز اللي هي البوم مارو والثايمس، أما السكندري أورجانز فهي التونسيلز، السبلين والليمفنودز. مع الأورجانز لابد أن يبقى فيه إيه؟ فيزلز، والفيزلز دي بيمشي فيها إيه؟ بيمشي فيها الليمف، بيمشي فيها الليمف. فعندنا زي ما احنا شايفين كده أورجان فيه فيزلز داخلة وخارجة، وفيه الليمف نفسه اللي بيمشي في هذه الايه في هذه الفيزلز. بالنسبه للليمف بقى هنبدا بيه، اللي هو عباره عن الفلويد ذات ليكس اوت اوف كابيلاريز انتو سبيسز بتوين سيلز، زي ما احنا شايفين كده في الصوره، اند سيركيوليتس ان ذا ليمفاتيك ايه فيزلز، بيمشي في قلب الليمفاتيك ايه فيزلز. ده اسمه ايه؟ اسمه الليمف. طيب ايه وظيفته ده؟ وظيفته الاساسيه انه بيعتبر الميديوم باي ويتش Oxygen and nutritive matter are transferred from the blood to body tissues. وفي نفس الوقت مش بس كده، ال waste products are ايه؟ are removed من ال tissues إلى ال ايه؟ إلى ال blood مرة تانية. وده زي ما احنا شايفين بيمثلوا الصورة دي. بيقول لك إن هو بالرغم من although the blood capillaries get close to touching each individual bodily cell، يعني بالرغم من ان البلاد كابيلرز بتوصل لكل خليه، ولكن الليمف هو الاكشوال بوينت اوف كونتاكت، هو الاكشوال بوينت اوف ايه اوف كونتاكت، يعني اللي بياخد من الخليه ويدي الخليه هو الليمف اساسا، مع وصول البلاد كابيلرز كمان بيبقى الليمف هو الايه، هو الريال تاتش مع الايه، مع الخليه. طيب ده بالنسبه للليمف اللي هو السائل نفسه اللي بيمشي في اللي بينقل بقى المواد الغذائيه وبياخد الويست برودكتس، وفي نفس الوقت بيبقى فيه ايه الليمفوسايتس والحاجات الاخرى الخاصه بالمناعه. اما الكومبوننت الثاني من الليمفاتيك سيستم هو الليمف فيزلز، اللي هي المسارات والفيزلز اللي هيمشي فيها هذا الايه، هذا الليمف هيمشي في هذا الايه، هذا الليمف. بتتميز بايه بهذه الفيزلز؟ اول حاجه اكستريملي ثين وولز، الوول بتاعها بيبقى اكستريملي ثين. الليمف is carried by body movement that massage الليمف فيزلز، يعني الليمف تحركه في داخل هذه الفيزلز بيبقى عن طريق الايه البودي مساج او البودي موفمنت. اضافه الى الصفه الثالثه اللي بتتميز بيها الليمف فيزلز هو الفلاب لايك فالفز، زي دي كده ودي كده ودي كده، دي بنقول عليها ايه فلاب لايك فالفز، ودي بيرميت الليمف موفمنت، بتسمح للليمف ان هو يتحرك ان وان دايركشن في اتجاه واحد، اند بريفنت اتس باكورد موفمنت. اهو زي ما شفنا كده ده الفالف مقفول، لا ما ينفعش الليمف يرجع لورا، اللي بيمشي الليمف يمشي في هذا الاتجاه ايه، في هذا الاتجاه فقط، في اتجاه واحد ايه فقط. دي ما تتميز به الليمف فيزلز. طيب انواع الليمف فيزلز حاجتين اساسيتين، اي اورجان من الاورجانز بتاع الليمفاتيك سيستم بيدخل فيه افرنت بنسميه incoming vessels او incoming lymphatics، وبيخرج منه ايه افرنت، وده بيسموه outcoming، outcoming ايه vessel، outcoming ايه vessel، ده بيدخل وده بيخرج. تمام، فالافرنت lymphatics هي الفيزلز convey lymph للليمف نود. طيب الافرنت بقى، وطبعا الافرنت ده بيجيب ايه، بيجيب من منطقه او بيجيب من مكان، هذا المكان بيسموه drainage area، يعني الليمف نود ده هي الفلانية رقم واحد مثلا، بتعمل درينج للمنطقة الفلانية رقم اتنين مثلا. فالدرينج اريا هي الاريا دريند باي بارتيكولار ليمف نود، يعني الليمف نود الفلانية زي بريس كابلر مثلا ليمف نود بتعمل ايه، بتعمل درينج للمنطقة الفلانية، منطقة الكتف، منطقة كذا وهكذا، فدي بيسموها الدرينج ايه اريا. اما الافرنت بقى، الافرنت بقى بياخد الليمف بعد ما يتعالج جوه الليمف نود يخرجه يوديه فين، هي الفيزلز كونفي اهي الليمف فروم ليمف نودز تو لارجر ليمف كولكتنج ايه فيزل زين تو ايه تو ذا هارت في الاخر، اللي تروح للقلب في الايه في الاخر. فهي الافرنت يدخل، الافرنت بايه بياخد يدي للايه للليمفاتيك فيزلز الايه الاخرى من الايه من الليمف نودز، من الليمف ايه نودز. طبعا اكبر ليمف كولكتنج فيزل هي بيسموها الثوراسيك داكت، الثوراسيك ايه داكت اللي هي رقم 2 دي،
دي بيسموها الثوراسيك ايه؟ الثوراسيك داك، دي بيسموها الثوراسيك داك، دي بتصب على طول فين؟ في المين فينز اللي هي داخله على الهارت، داخله على الايه؟ على الهارت. وطبعا السيسترنا كايلي دي مهمه جدا اللي هي رقم ثلاثه دي، هنعرفها قدام شويه، هنعرف ان هي كثير من الليمف نودز بتصب ايه؟ بتصب فيها، بتصب ايه؟ فيها. ده بالنسبه للليمف فيزنز. اما بالنسبه للاورجنز زي ما احنا قلنا في البدايه خالص ان الاورجنز اللي هي الليمفاتكس برايمري وسكندري. البرايمري بتمثل البون مارو والثايمس، السكندري بتمثل التونسلز السبلين والليمف نودز. نبدا بالاولى اللي هي البون مارو والثايمس اللي هي بتعتبر البرايمري. طب ليه بيسموها برايمري؟ هي بتعتبر برايمري ليمفويد اورجنز. ليه؟ بيكوز اوف ذير رول ان ذا برودكشن and or maturation of lymphocytes. يبقى هنا الاورجنز البرايمري بتنتج ليمفوسايتس وبتعمل ماتوريشن للليمفوسايتس. طيب التونسلز على اساس ان هي واحده، التونسلز والسبلين والليمف نودز قلنا ان دول ايه؟ سكندري ليمفويد اورجنز. هذه الليمفويد اورجنز اللي هي السكندري دي اللي هي الثانويه they don't produce or mature lymphocytes، لا بتنتج ليمفوسايتس ولا بتعمل ماتوريشن للليمفوسايتس. بديل عن ذلك تعمل ايه بقى؟ تعمل فلتريشن للليمف نفسه، بتعمل فلتريشن للايه؟ للليمف، وتعمل ستورنج او ستور الليمفوسايتس، بتخزن الايه؟ الليمفوسايتس. طيب الليمف نودز عموما بتبقى دايما العقد الليمفاويه يعني بتبقى with a gland like appearance، بتبقى gland like appearance ولوكيتد at regular intervals throughout the ايه؟ the lymphatic system. زي ما احنا شايفين كده على مسار الليمفاتكس والفيزلز بتبقى موجوده عقد ليمفاويه بهذا المنظر في اماكن مختلفه، ماشي، بحيث ان هي تبقى منتشره في معظم اجزاء الجسم المختلفه. الليمف نود اللي هو البيزك كومبوننت اوف ليمفاتيك اورجنز، الليمف نود بتبقى انكابسوليتد، لها كبسول من بره وفي نفس الوقت من جوه بتبقى عباره عن جزئين اساسيين اللي هم الكورتكس والمظله. الكورتكس والايه؟ والمظله. في الكورتكس بتوجد الفوليكلز اللي هي ممكن تكون برايمري فوليكلز او سكندري فوليكلز، ودي بتبقى بريدوميننت فين؟ في منطقه الايه؟ في منطقه الكورتكس. ده تركيب الايه؟ تركيب الليمف نود، كبسول، كورتكس، مظله، فوليكلز هي اللي دي الايه؟ الوحده الوظيفيه اللي بتقوم بوظيفه الايه؟ الفلتريشن للليمف في داخل الليمف ايه؟ الليمف نود. دي بالنسبه للايه؟ للاورجنز. نكمل برضه في الليمف نود، الليمف نود اوف هيلثي تيشو بتبقى كومباكت ان ستراكشر وبتبقى بيل براون ان كلر، زي ما احنا شايفين كده لونها بيبقى بيل ايه؟ بيل براون، زي دي الكورتكس اهي وده الجزء بتاع المظله، بتبقى بيل براون في الايه؟ في الكلر. طبعا هذه الليمف نودز بتبقى بيكام سوولن اند ديسكالرد وين اكتيفيتد باي انفيدنج بكتيريا، يعني لونها يتغير وحجمها يتغير امتى؟ لما يخش ايه؟ بكتيريا، لما يخش انفيدنج بكتيريا تبدا تهاجم، فتبدا الايه؟ الليمف نود نتيجه ان هي بتقاوم هذه البكتيريا اللي دخلت تبدا لونها يتغير وحجمها بيتغير. طيب لون الليمف نود ممكن يبقى وايت، ممكن يبقى جريج بلو، ممكن يبقى حتى يصل الى درجه البلاك. نجد مثلا ان الميزنتريك ليمف نودز اوف ذا اوكس بتبقى بلاك ان كلر، ولكن في البيج الليمف نودز ار لوبيوليتد، بتبقى لوبيوليتد في البيج، والمست بتبقى لونها بيبقى ايه؟ وايت، يبقى لونها ايه؟ ابيض، فيما عدا منطقه الهيد والنك. الهيد والنك في البيج بتبقى ايه؟ لونها ريدش ان ايه؟ ريدش ان كلر. وخلي بالك ان دي بيحصل معاها كونفيوجن بينها وبين الهيما الليمف نودز اللي هنتكلم عليها قريبا جدا. طيب الليمف نود عموما في وظيفتها بتعمل فلتريشن وديستراكشن للانفيدج بكتيريا، يعني بكتيريا دخلت تقوم الليمف نود تعمل ايه؟ تهاجم هذه البكتيريا وتعمل لها فلتريشن. وطبعا الخلايا اللي بتشتغل اساسا في داخل الليمف نودز هي مينلي الميجر رول لمين؟ للليمفوسايتس. طيب لما الليمف نودز بتنجح في مكانها، يعني نجاح الليمف نود بيحددوا ايه؟ بيحددوا ان هي هذه الليمف نود بريفنت ذا سبريد اوف ديزيز فروم ذا ريجن اوف تيشو ذات هاز بين انفيدد، يعني نجاح الليمف نود ان هي توقف تقدم البكتيريا من المنطقه اللي هي حصل لها انفيجن. في هذه الحاله بنقدر نقول الايه؟ الليمف نود ايه؟ نجحت. الليمف نود في هذه الحاله ايه؟ سكسسفول. تمام، زي ما احنا شايفين كده اهو، نجد مثلا دي الليمف نود العاديه، ده النورمال مفيش فيها حاجه، واضحه وكلير وتمام التمام. هنا تلاقي مثلا حصل بقى دخلت بكتيريا وهاجمت وبتاع، فممكن تلاقي سيفير جرانيولوميتس ليمفادينايتس زي ما احنا شايفين كده في رقم ايه، او ممكن تلاقي مثلا كيزياس نيكروزيس اند مايكرو هيموريدج موجود في مثلا سي، تلاقي فيه ايه؟ نيكروزيس وهيموريدج،
موجودين هنا في جرانيولوما او جرانيولوماتس ليمفادينايتس. ده في حاله ايه؟ لما خلاص هاجمتها بكتيريا، في بكتيريا عملت انفيجن للليمف نود ودخلت في المكان ده. طيب الميتا انسبكتور بقى بناء على اللي بيشوفه واللي بيحدده في التشو وفي الليمف نود بيبدا ياخد قراره. فالميت انسبكتور سيستماتيكالي اكزامين ذا ليمف نود اوف ذا فيسرا اند ذا دريست كاركس. طبعا في منهج معين ونظام منهجي بشكل ممنهج معين في فحص الليمف نودز المختلفه الموجوده في الكاركس وفي الاورجنز سواء فيسرا او هيد او نيك او الكلام ده، تمام. وبناء عليه الليمف نودز ذات ابير تو بي اب نورمال نعمل لها سلايسنج، سلايسد اوبن فور انسبكشن. اضافه الى ذلك النايف must be re-sterilized once used to open an infected lymph node. مجرد ما انا استخدمتها في infected lymph node المفروض اعملها sterilization على اساس لو عايز استخدمها في مكان اخر. طبعا هذا الميت انسبكتور once alerted to the presence of diseased tissue the inspector determines the type and the severity of the disease. بيبدا يقدر هو الايه التايب والسيفيريتي بتاع هذا الايه بتاع هذا الديزيز. The whole of carcass أو just the diseased parts may be condemned. وعلى أساس من اللي بيشوفه بيبدأ يحدد هل الكاركس تتعدم كلها ولا نعدم جزء فقط منها. طيب لسه احنا كنا متكلمين من شوية قلنا الريدش ليمف نودز الموجودة في الهيد والنك في البيج ممكن يحصل confusion بينها وبين الهيما ليمف نودز. طب ايه هي الهيما ليمف نودز؟ الهيما ليمف نودز دي بتبقى deep red or almost black in color، شكلها بيبقى oval in shape زي ما احنا شايفين كده، بتبقى oval in shape وممكن تبقى deep red لغاية black in color. حجمها بيبقى قد ايه؟ في حجم حبة الحمص. In the size of A, the size of B. Size of A of B. كل النقط دي السودة دي او اللي هي الاحمر الغامق دي دي كلها بنقول عليها ايه؟ بنقول عليها هيما الليمفنودز. طيب ايه بقى برضو الهيما بتختلف عن الليمفنود في حاجتين، في الاناتوميكال استراكشر بتاعها وفي نفس الوقت absence of afferent and efferent lymphatics، يعني ما فيش فيها كورتكس ومضله والكلام ده، وفي نفس الوقت ما فيش فيها ايه؟ لا افرنت ولا افرنت lymphatics بتخرج ايه؟ بتخرج منها. امال ايه اللي بيحصل فيها؟ اللي بيحصل فيها ان الهيما الليمف نودز ار سبلايد باي ارتريز ويتش بريك اب ان ذا جلاند سبستانس اند ديسشارج ذير بلاد انتو تيشو سبيسز. ان ذيس ريسبكت وبالتالي يعني بيخش ارتري يصب الدم جوه الايه جوه التيشو بتاع الايه بتاع الهيما الليمف نود وبالتالي هي تعتبر خزانات للدم، خزانات للايه للدم. فهي بتشبه الى حد كبير للسبلين اند مي بي ديسكرايبد از اكسسوري سبلين، ممكن تعد على انها ايه اكسسوري سبلين يعني طحال مساعد، ماشي طحال ايه طحال مساعد بس صغير على حجم صغير. طيب وبالتالي هي بتبقى لايك ذا سبلين بتحتوي على نيومرس وايد بيسيز together with RBCs in various stages of disintegration وبالتالي بتاخد الريد ايه hence the red coloration of ايه of the nodes. هنا بقى بتاخد الريد coloration لان كل اللي جواها عباره عن white BCs و RBCs و RBCs. الهيما الليمف نودز ار نيومرس بتبقى نيومرس في الاوكس والشيب ولكنها not found في الهورس والايه والبيج، not found في الهورس والايه والبيج. في الكاتل زي اوكير سبيشالي along the course of aorta وفي السبكوتينيوس ايه سبكوتينيوس فات ده في الكاتل. في الشيب واللام بتبقى اولموست بتبقى موست كومن بينيث ذا بروتينيوم في السب لامبر ريجن، بتبقى موجوده في تحت الايه تحت البروتينيوم في السب لامبر ريجن. لارجر اند مور نيومرس في الانيمالز سافرنج فروم انيميك اند كاشيكتيك ايه كونديشنز، امراض الدم والانيميا والحاجات دي بيبقى فيها ايه هذه الايه بتبقى موجوده فيها نيومرس، بتبقى عددها كبير في هذه الحالات اللي هي انيميك، الانيميك انيمالز بتبقى فيها العدد بتاعها بيبقى اكبر في الحالات الضعيفه. ذا ريد ليمف نودز اوف ذا هيد اند نيك اوف ذا بيج ار فريكوينتلي ميستيكن فور ذا هيمال ليمف نودز، اللي قلنا عليها قبل كده قلنا ان يحصل ميستيكن ايه مع الريدش ليمف نودز الموجوده في الهيد والنيك فين في البيج. طيب هنيجي ناخد هنا عنوان صغير كده بيقول لك ايه الكاركس ليمف نودز، يمكن اتكلمنا عليها قبل كده في المحاضره اللي فاتت اللي هي بتعتبر ديبلي سيتد اند ليفت اتاتشد تو ذا كاركس افتر دريسنج، بعد الدريسنج الليمف نود اللي تبقى في الكاركس دي بنقول عليها ايه كاركس ليمف نود. طبعا الليمف نودز اللي موجوده في منطقه الهيد مش معانا ما تعتبرش كاركس ليمف نودز، وفي نفس الوقت الثوراسيك والابدومينال اورجنز اللي هي ريموفد اثناء الايفاسيليشن برضو الليمف نودز اللي فيها
لا تعد من الكركس ايه؟ من الكركس ليمف نودز. الكركس ليمف نودز ممكن تعمل دريننج للمصل اكسكلوسيفلي، وبنسميها في هذه الحاله ميت ليمف نودز، زي البوبليتيا ليمف نود، الاكزيلاري ليمف نود، البريسكابولار، البريكرورال والساب ايليك. ودول طبعا المصل ليمف نودز هي بتعتبر او الميت ليمف نودز بنقول عليها the only used in bacteriological examination of carcass في suspected cases، دي الوحيده اللي بتستخدم في البكتيريولوجيكال ايه examination. ممكن ان هي تعمل برضو درينج لايه للاورجنز اكسكلوسيفلي، تعمل درينج للليمف من الاورجنز فقط زي الرينال ليمف نود. ممكن تعمل لكل من المسلز والاورجنز زي الالياك السكياتيك واللمبر. ممكن تعمل برضو درينج للسكين فقط او للسكين مينلي، سكين مينلي زي البريكرورال او البريفيمورال. طيب نيجي بقى نتكلم على الليمف نودز المهمه للميت انسبكتور عموما اللي موجوده في الكاركاس او في الهيد او في الفيسر. الامبورتنت ليمف نودز الموجوده في الميت انسبكشن، اول حاجه عندنا قبل ما نتكلم على اي ليمف نود لازم نعرف ثلاث حاجات، كل ليمف نود لازم نتكلم فيهم في الثلاث حاجات دول في كل ليمف نود. ازاي؟ اي ليمف نود لازم نعرف البوزيشن بتاعها، مكانها موجود فين، لازم نعرف الدرينج اريا اللي هي بتعمل لها دريننج، يعني بتجيب الليمف منين، طيب وبتودي الليمف فين. الحاجه الاخيره اللي هي بيسميها ايه الاي اللي هي ديستنيشن اوف افرنت فيسلز، يعني الافرنت بتاع الليمف نود بيودي فين، طب بيجيب منين، طب مكانها فين. دول الثلاث حاجات لازم نعرفهم في كل ليمف نود. اول حاجه عندنا الليمف نودز بتاعه الهيد والايه والنك، الهيد والنك، واول واحده فيها اللي هي بنسميها الساب ماكسيلاري او المانديبولار ليمف نود. ودي موجوده فين؟ الساب ماكسيلاري اللي هي رقم 3 هنا اهي، دي بنسميها الساب ايه الساب ماكسيلاري، حوالين الروت اوف ذا تانج، اهي حوالين الروت اوف ذا تانج. هنا نفس الكلام من الخلف بنلاقيها اللي هي رقم 3 دي اهي، دي ايه دي بنسميها الايه، بنسميها الساب ماكسيلاري او المانديبولار. دي بتبقى موجوده فين؟ قلنا ثلاث حاجات اهم، البي والدي والاي. البي موجوده فين؟ جاست انسايد ذا انجل اوف ذا جو، جاست انسايد ذا انجل اوف ذا جو، ادي الانجل اوف ذا جو، هي موجوده جاست انسايد ذا انجل اوف ذا جو، وان اون ايتش سايد، ادي واحده ودي واحده، ادي واحده ودي واحده، ادي واحده ودي واحده. طيب بتعمل درينج لانهي منطقه؟ بتعمل درينج لمنطقه الهيد والنوز والماوث. طب بتودي الافرنت بتاعها فين؟ يعني بتودي الليمف اللي معاها فين؟ بتصبه فين؟ بتصبه في اللاترال ريترو فارنجيال ليمف نود، اهو اللي هي رقم واحد. لاترال ريترو فارنجيال ليمف نود اللي هي رقم ايه؟ رقم واحد اهي، اللي هي رقم اتنين هنا اهي. بتودي لدي، بتودي لايه؟ لدي، من هنا لهنا. طيب الليمف نود الثانيه اللي هي الباروتيد ليمف نود، ودي شود بي اكزامند في الاولد كاوس. موجوده فين الباروتيد؟ on the edge of the masseter muscle، موجوده في الايه على الايدج بتاع الايه، على الايدج بتاع ادي المسيتر مسل اهي، اهي في الاثنين في الفكين هنا، دي يسموها المس، فعند الايدج بتاعتها، عند الايدج بتاع المسيتر مسل موجوده الايه، موجوده الباروتيد ايه، الباروتيد ليمف نود دي ودي، فهي 1 on each side بتبقى فلات كفرد بالباروتيد سليفري جلاند، بتبقى 7.5 في 2.5 سنتي. بتعمل درينج لمنطقه الدورزال سايد اوف ذا هيد، الدورزال سايد بتاع الهيد كله بتجيبه ايه البارود. طب بتودي فين؟ برضو في اللاترال ليترو ريترو فارنجيال ليمف نود اللي هي دي، اللي هي دي، تمام، بتودي لايه؟ اللاترال ريترو فارنجيال. طيب ما زلنا في منطقه الهيد وبنتكلم بقى على الايه اللي احنا كنا الاثنين اللي فاتوا صبوا فيها اللي هي الايه، اللي هي الريترو فارنجيال. قال لك الريترو فارنجيال دي مجموعتين، المجموعه اللي احنا اتكلمنا عليها اللي هي بيصب فيها الاثنين ليمف نودز اللي فاتوا بنسميها اللاترال ريترو فارنجيال ليمف نود اهي، اللاترال ريترو فارنجيال ليمف نودز اللي هي دي، الاثنين دول، الاثنين دول بيصب فيهم الباروتيد وبيصب فيهم المانديبولار، تمام. تحت اللاترال ريترو فارنجيال موجود الايه، الميديال ريترو فارنجيال او بيسموها الانترنال ريترو فارنجيال ليمف نود، فهنشوفها دلوقتي بالتفصيل. فنيجي نشوف الاولى اللي هي بنسميها الانترنال او بنسميها الميديال ريترو فارنجيال ليمف نود. الميديال ليمف، الميديال اللي هي دي زي ما احنا شايفين كده هنا كده اهي، ماشي. المفروض ان اللاترال ريترو فارنجيال بتغطيها، المفروض ان هي ايه بتغطيها، هي دي، دي اللي هي الايه الميديال او بنسميها الانترنال، فوقها بيبقى موجود اللاترال ريترو فارنجيال. طيب دي بتبقى 2 ل 4 في النمبر، بتبقى بتوين الهايويد بونز، بتعمل درينج للفارنكس والتانج واللارينكس، وبتودي فين؟ بتودي لللاترال اللي هي فوقها اللي هي مغطياها، اللاترال ريترو فارنجيال ليمف نود. طيب اللاترال بقى نفسها، اللاترال ريترو فارنجيال ليمف نود دي بتبقى تحت الوينج اوف ذا اطلس،
بتبقى beneath the wing of the atlas usually at the neck end of the dressed carcass. يعني عند نهاية الايه، وهو تيجي تشوف كده تبص للنيك اند بتاعت تلاقيها موجودة، تلاقيها ايه موجودة، فبتبقى تحت الايه، بتبقى usually at the neck end of the ايه of the dressed ايه of the dressed carcass. بتعمل درينج للتنج والإفرنس اللي جاية من الصب ماكزيلر والباروتد والإنترنال ريتروفارينجيال الانفنوزيلان لسه متكلمين عنهم كله. طب بتودي فين؟ هتودي مكان جديد بقى، تودي في مكان جديد، تودي فين؟ بتودي للتراكيال ليمف داكت، تودي للتراكيال ليمف ايه؟ ليمف داكت. طيب هنبدأ نخرج بقى من منطقة الهيد إلى منطقة النك، فتلاقي في عندنا في منطقة النك ماشي، هتلاقي في حاجة اسمها ايه؟ ميدل سيرفايكال. الميدل ايه؟ الميدل سيرفايكال اللي هي الكيو اللي هي هنا اهي، ميدل سيرفايكال. طبعا الميدل سيرفايكال دي اوف ذا نيك اون ايتش سايد اوف ذا تراكيا، بتبقى موجوده على ايتش سايد اوف ذا تراكيا، اوفن ابسنت ان كاتل، بتبقى 1 لـ7 في النمبر، بتعمل درينج للايه؟ لللاترال ريتروفارينجال ليمف نود. تخيل بقى يعني هي بتعمل درينج لللاترال ريتروفارينجال ليمف ايه؟ ليمف نود. بتعمل درينج لللاترال ريتروفارينجال. طب بتصب فين؟ يبقى هي بتاخد من اللاترال، بتاخد من اللاترال، بتعمل درينج للاترال ريتروفارينجال ليمف نود وتصب في البريبيكتورال ليمف نود اللي هي ايه؟ اللي هي البي اللي هي دي، بتصب فين؟ في البريبي. يبقى بتاخد من اللاترال ريتروفارينجال اللي هي الاساسيه اللي موجوده في الهيد، بتاخد منها وتصب فين؟ في البريبيكتورال ليمف نود. بتاخد من دي وتصب في دي، يعني بتاخد من هنا من منطقه الهيد وتمشي يمشي الليمف كده ويجي يصب فين؟ في البريبيكتورال هنا. تمام، دي الميديال، الميديال سيرفايكال. طبعا ما ننساش قبل ما نسيب الهيد ان في حاجه اسمها تونسلز، والتونسلز دي في 4 مجموعات منها، فيها الفارنجيال تونسلز، فيها البيرد تيوبال تونسلز، فيها البيرد بالاتاين تونسلز اللي هم دول، فيها اللينجوال تونسل. دي الاربع مجموعات الموجودين، والاربع مجموعات دول بيبقوا موجودين في السوفت بالات وفي البالاتاين وفي منطقه الايه اللسان. وطبعا التونسلز اهميتها بتبقى في حاله البي اس اي كنترولز. التونسلز must be classified as specified risk material اللي هي الـ SRM and must be removed and disposed. دي بالنسبة للتونسلز. كده خلصنا منطقة الهيد والايه والنك. نيجي نخش على مجموعة جديدة من الليمف نودز المهمة جدا في الكاركس، وهي الليمف نودز الموجودة في منطقة الشيست والفور كوارتر. الشيست والفور كوارتر اللي هي المنطقة المحددة قدامنا دي. الشيستو فين الليمف نودز المهمه فيها؟ هنتكلم عليها. اول واحده عندنا بنسميها البريبيكتورالز اللي بتصب فيها مين؟ الميدل سيرفايكال اللي لسه متكلمين عليه اللي هي البي دي. مالها دي بقى البريبيكتورال؟ بيسموها ايضا غير البريبيكتورال بيسموها لوور سيرفايكال. يبقى انا في عندي لوور سيرفايكال، في ميدل سيرفايكال، وفي ابر سيرفايكال. فبتعتبر البريبيكتورال او اللوور سيرفايكال هي بتعتبر كونسيدرد اناتوميكالي از ا كونتينيويشن اوف ذا ابر اند ميدل سيرفايكال chain. بتعتبر هي continuation طبيعي للأبر والإيه والميدل سيرفايكل. تديني تروح فين؟ تديني مع البريبيكتورال أو اللور سيرفايكل. اللور سيرفايكل. طيب دي بتبقى 2 لـ4 في النمبر on each side in the fat along the anterior border of the first rib. يبقى مع الانتيريور بوردر بتاعت فيرست ريب بتبقى موجوده الايه؟ موجوده 2 لـ4 النمبر اللي هي الايه؟ البريبيكتورال او بنقول عليها اللور سيرفايكل. المين 1 الليمف نود الاساسيه اللي موجوده فيها بتبقى موجوده في الميدل، والسكند 1 بتبقى انتيريور للايه؟ للمين 1. السكند 1 از انتيريور تو ذا مين 1، والمين 1 بتبقى موجوده في السنتر. طيب بتعمل درينج لاني منطقه؟ بتعمل درينج بيجي لها افرنت من الابر والميدل سيرفايكال. بيجي لها ايه؟ بيجي لها ايه؟ افرنس منين؟ من الميدل والابر سيرفايكال. وفي نفس الوقت بتاخد منين؟ بتاخد من البري سكابولر. بتعمل درينج للايه؟ للبري سكابولر ليمف نود. lymph from head and neck pass in it. طبعا الليمف بتاع الهيد والنك بيمر فين؟ بيمر في البريبيكتورال. احنا قلنا كل اللي جاي من منطقه الهيد والنك بيجي من الميدل سيرفايكال ويخش على الايه؟ على البريبيكتورال. فهي بتاخد كل الليمف اللي جاي من ايه؟ من الهيد والنك، اضافه الى كمان ايه؟ طبعا احنا قلنا بالتفصيل الابر والميدل سيرفايكال والبريسكابل. بتصب فين؟ بتصب على طول في الثوراسك داكت اللي هي قريبه منها. الثوراسك داكت قريبه منها لمنطقه، لان الثوراسك داكت اصلا في منطقه الايه؟ منطقه الشيست، قريبه من القلب ودخول القلب. فهي بتصب مباشره البريبيكتور اللي فين؟ للثوراسك داكت. في عندي حاجه اسمها كوستو سيرفايكال. كوستو سيرفايكال يعني نيك، وكوستو يعني رب، فهي رب ونيك مع بعض. فهي تلاقي بتجمع بين الايه؟ بين الـ بين الـ بين النيك وبين الايه؟ وبين الرب. ولذلك اللي هي موجوده فين؟ كوستو سيرفايكال الار
اللي هي الار، شايفين اهي نهايه النك وبدايه الريبس، ماشي، بيسموها كوستو سيرفايكال، ودي بتبقى جاست انتيريور تو ذا فيرست ريب، بتبقى انتيريور للفيرست ريب اند كلوز تو، وبتبقى بالظبط جنب الجنكشن بتاع الفيرست ريب مع الفيرست دورزال فيرتبري، وبتبقى ادجاسنت للاسوفيجاس والتراكيا اند فريكوينتلي ريموفد ديورينج دريسنج، ودايما اثناء الدريسنج بتلاقيها بتتشال، تلاقيها بتتشال، ودي بتعمل درينج لايه؟ للنك، للشولدر، البلورا، الانتركوستال نودز. الانتركوستال ايه؟ نودز اللي هي دي الانتركوستال نودز، بيصبوا كل دول فين؟ بيصبوا في الايه؟ الكوستو سيرفايكال اضافه الى النك والشولدر. طيب هي بتصب فين؟ ايضا في الثوراسيك داكت اللي هو قريب منها جدا، تمام. الانتركوستال لسه متكلمين عليها من شويه اللي هي الاس دي، هذه النودز بتبقى يسموها ايضا دورزو كوستال. دورزو كوستال يعني ايه دورزو كوستال؟ يعني فوق من الريبس، فوق من الريبس، كل ريب تلاقي فوقه كده ايه نود، فهي بيسموها انتركوستال، بتبقى موجوده في الانتركوستال سبيسز عند الجنكشن بتاع الريبس مع الفيرتبري اند كفرد ويز انتركوستال ماسلز. بتعمل درينج لايه؟ للماسلز بتاعت الدورزال ريجن كلها، بتعمل درينج للانتركوستال ماسلز، بتعمل درينج للريبس، بتعمل درينج للايه؟ للبلوره. بتصب فين؟ بتصب في واحده جديده بقى هنعرفها لسه اللي هي الميدياستاينال ليمف نودز، واللي هي بتبقى لها علاقه بالايه؟ بالرئتين والاورطه والتراكيه. ميدياستاينال ايه؟ ليمف نودز، بتصب في الميدياستاينال ليمف نودز اللي هنعرفه من شويه، شويه كده وهنعرفه. طيب في طبعا هنا عندي ليمف نود مهمه جدا في منطقه الشيست والفور كوارتر اسمها البريسكابولر، او بيسموها سوبرفيشال سيرفايكال، سوبرفيشال سيرفايكال، او بيسموها الايه؟ البريسكابولر ليمف نود، اللي هي ادي مكانها وادي مكانها في الشك وادي مكانها على الحيوان نفسه. فهي بتبقى ايه؟ بتبقى تحت هذه النقطه اللي هي البوينت اوف شولدر، يعني تحتها بحوالي مثلا ايه يعني قدام، يعني قدامها، قدام منها، قدام منها، قدام ده بنقول عليها البوينت اوف شولدر، هي بتبقى قدام منها في المنطقه دي كده اللي هي اهي واهي، تمام. فهي الونجيتد ديب سيتد، دايما بتبقى برضه غويطه شويه، ديب سيتد في الفات، بتبقى 7.5 × 2.5 سم ان فرونت اوف ذا بوينت اوف شولدر، بتبقى ديب انسيشن حوالي 15 سم لونج و5 سم ديب، ماست بي ميد تو اكسبوز ايه؟ تو اكسبوز ات. بتعمل درينج لايه؟ البريسكابولار او سوبرفيشال سيرفايكال، للهيد، النيك، الشولدر والفور ليم. بتصب فين؟ في الثوراسيك داك، في الثوراسيك داك. طيب هذه النود مهمه جدا في الحكم على التي بي، فهي درين مش بس بتعمل درينج للهيد والنيك والشولدر والفور ليم، ولكن ايضا بتعمل درينج للايه؟ للمصل والبون. لما التي بي ليجن بتبقى موجوده في البريسكابولار نود بدون اي ليجن في الهيد او اي او او الليمف نود بتاع الهيد او الليمف نودز بتاعه الهيد او الهيد نفسها، في هذه الحاله لو هي موجوده في الليمف في البريسكابولار التي بي موجود في البريسكابولار فقط، it is strongly suggestive that the infection of the node is the result of their of either local inoculation or hematogenous dissemination. وهنعرف اهميتها لما نيجي نتكلم على التي بي، اهميه البريسكابولار ليمف نود. في عندي بقى هنا حاجه اسمها السب دورزال، هنا هنتكلم يعني شويه كام ليمف نود كده هتلاقوهم لهم علاقه بالبلاك، لهم علاقه بالايه؟ بالبلاك. البلاك اللي هو الهارت مع الهارت مع التراكيه مع الاسوفيجاس مع الرئتين، كل المنطقه دي كلها البلاك ده كله على بعضه، في شويه ليمف نودز كده لهم علاقه بايه؟ بيه يعني. فاول حاجه عندنا السب دورزال. ما هي السب دورزال؟ هي عباره عن سوبرفيشال جروب في الفات بتوين الاورطه اند دورزال فيرتبلي، وديا بنجد ان السب دورزال فريكوينتلي ريموفد مع اللنج ديونج دريسنج، يعني دايما هي ريموفد مع اللنج دورزالي في الميدياستاينال فات بتوين لنجز، يعني دايما موجوده في الميدياستاينال ايه؟ فات بين الايه؟ بين الرئتين. بتعمل درينج لايه؟ للماسلز بتاعت الدورزال ريجن، بتعمل درينج للانتركوستال ماسلز، للريبس، البلورا، الميدياستاينم، البريكارديوم، الديافرام، ماشي، وافرنت من الانتركوستال ليمف نودز، كل دول بتعمل لهم درينج السب دورزال. وبتصب فين؟ بتصب في الثوراسيك داك، دي اليمين السب دورزال. ايضا السوبرا ستيرنال بقى، في عندي حاجه اسمها السوبرا ستيرنال، دي علاقه بالايه؟ لها علاقه بالايه؟ بالاسترنم. فين الاسترنم؟ اهو البون ده، الجزء ده بيسموه ايه؟ بيسموه الاسترنم. وهذه الليمف نودز اللي هي الام دي، الليمف نودز اللي هي السوبرا ستيرنال اللي هي الان اهي، اللي هي فوق الاسترنم يعني، فوق الاسترنم. فهي بتبقى موجوده السوبرا ستيرنال او بيسموها ستيرنو كوستال، ستيرنو كوستال
يعني علاقة بالريبس مع الاسترنم، فهي دايما موجودة هذه السوبرا استرنال بتوين الكوستال كارتليج، بين الكوستال ايه، بين الكوستال كارتليج يعني الكارتليج بتاعت الايه، بتاعت الريبس، اند كفرد باي ماسلز. بتعمل درينج ليه بقى دي؟ اهي مكاننا هنا بيعمل درينج ليه؟ للديافرام، الابدومينال ماسلز، انتركوستال ماسلز، البلوره، البروتونيوم. بتصب فين؟ بتصب في الثوراسيك داكت وفي البري بيكتورال نودز، بري بيكتورال نودز، وفي الايه، وفي الثوراسيك داكت. دي اللي بيسموها ايه؟ بيسموها سوبرا استرنال. ادي الاسترنم اهو، ده على الواقع اهو، ده الاسترنم. الليمف نودز اللي فوقه ديا مثلا، ديا مثلا، هذه بنقول عليها ايه؟ بنقول عليها استرنال، او بنقول عليها سوبرا استرنال ليمف نودز. طيب الزيفويد كارتليج او الزيفويد ليمف نود، الزيفويد ليمف نود اللي بيسموها الفنترال ميديا ستاينال، فنترال ميديا ستاينال بيسموها الايه؟ الزيفويد، او او بنقول عليها الفنترال ميديا ستاينال اهي، اللي هي الام. فين الام؟ الام اهي، شايفين؟ ورا ورا، بين يعني اتصال الاسترنم، اتصال الاسترنم مع مع الديافرام في الحته دي، تلاقي فين؟ تلاقي الزيفويد ايه؟ الزيفويد ليمف نود، او بنسموها الفنترال ميديا ستاينال، يعني في اخر الميديا ستاينال ايه؟ ورا موجوده الايه؟ هذه الليمف نود. بتبقى انزالوس فات ات ذا جانكشن اوف ستيرنم اند دايفرام ات ذا ليفل اوف 6 ريب، عند الريب رقم 6 ماشي، ات ذا هارت ايه؟ ات ذا هارت ابيكس، عند الايه؟ الابيكس بتاع الايه؟ الابيكس بتاع الهارت موجوده هذه الايه؟ هذه الليمف نود. هذه النود بتبقى ابسنت في 50% من الكيسز. بتصرف ايه؟ بتصرف لمين؟ او بتعمل درينج لايه؟ للبلوره والديافرام والريبس. بتودي فين؟ بتودي للسوبرا ستيرنال ليمف نود، اللي هي دي، بتودي للسوبرا ستيرنال ليمف نودز، اللي هي مين؟ اللي هم المجموعه دي، مجموعه الان دي، المجموعه دي بتودي لهم مين؟ دي بتصب هنا، دي بتصب هنا، تمام؟ دي بيسموها الزيفويد ايه؟ كارت ليمف نود. زي ما انا قايل لك، لسه في شويه ليمف نودز لهم علاقه بالبلاك، اللي هي ايه؟ اللي هي الرئتين مع القلب مع التراكيه مع الاورطه، ماشي؟ من ضمن هذه الليمف نودز اللي هي الانتيريور ميدياستاينال ليمف نود، انتيريور ميدياستاينال ليمف نود، اللي هي فين الانتيريور ميدياستاينال ليمف نود؟ اللي هي الاف اهي، اللي هي الاف دي، دي الانتيريور ميدياستاين. اولا بتبقى نيومرس لاينج ان ذا ميدياستاينال سبيس، بتبقى موجوده في الميدياستاينال ايه؟ سبيس، انتيريور تو ذا هارت، قدام الايه؟ قدام الهارت، قدام الهارت. اند ار ريليتد اناتوميكالي تو الاسوفيجس، بيبقى لها علاقه بالايه؟ بالاسوفيجس، زي ما احنا شايفين كده، ريليتد للاسوفيجس والتراكيه والانتيريور ايه؟ اورتا، اهو الثلاثه دول، الاورطه والاسوفيجس والايه؟ والتراكيه، تمام؟ اللي بتصرف او بتعمل درينج لايه بقى؟ اللي هي الانتيريور ميدياستاينال، الهارت، البريكارديوم، الميدياستاينم، الثوراسيك وول، وبتستقبل افرنس من الابيكال والميدل برونكيال ليمف نودز اللي هنشوفهم دلوقتي. وبيصب فين الانتيريور ميدياستاينال؟ بيصب في الثوراسيك داكت. اما الثانيه اللي هي بيسموها البوستيريور ميدياستاينال، اللي هي الاي، الاي بوستيريور ميدياستاينال الاي، دي بتبقى 8 ل 12 في النمبر، تمام؟ اند سيتويتد في الفات الونج ذا دورزال وول اوف ذا اسوفيجس، بتبقى موجوده في الايه؟ في الفات الونج ذا دورزال وول اوف ذا اسوفيجس. اللارجست والموست بوستيريور اوف ذيم، بتبقى موجوده بوستيريور للهارت، ورا الهارت، اند اب تو 20 سنتي، حوالي 20 او 20 سنتيمتر لونج، اند اكستندنج اولموست تو ذا دايفرام، توصل لغايه الدايفرام، توصل لغايه الدايفرام. بتعمل درينج لللانجز، الدايفرام، البروتينيوم، سيرفيس اوف ذا ليفر، السبلين، وبتستقبل افرنس من الرايت برونكيال ليمف نود، الرايت برونكيال ايه؟ ليمف نود، اللي هي البي، اللي هي البي دي، بيجي لها من البي، افرنت من البي، وبتصب فين؟ بتصب في الثوراسيك ده. مجموعه البرونكيال بقى لها علاقه بالبرونكال، في منها ما هو ليفت، ودي موجوده عند الليفت برونكس، ماشي؟ اللي هي البي، ماشي؟ الليفت برونكيال، فين الليفت برونكيال؟ اهي الليفت برونكيال اللي هي الاي، اهي الاي بتبقى موجوده عند الليفت برونكس دي. طيب الرايت اللي هي رايت برونكيال، يعني بتبقى موجوده عند الرايت برونكس، رايت برونكس، ودي اللي هي البي اهي، الرايت برونكس موجود عنده ليمف نود، والليفت عنده ليمف نود. طب الميدل بتبقى بايفوركيشن اوف تراكيه، عند البايفوركيشن اوف تراكيه تلاقي الميدل، الميدل اللي هي السي اهي، عند البايفوركيشن بتبقى موجوده هنا كده الايه؟ الميدل. وفي الابيكال، ودي موجوده عند الاكسسوري برونكس فوق اهي، عند الاكسسوري برونكس بتبقى موجوده الايه؟ موجوده الابيكال ليمف نود، where it enter the apical lobe of the right lung،
حيث يدخل الاكسسوري برونكس للايه للابيكال لوب بتاع الايه بتاع الرايت لانج. في واحده تانية اسمها انسبكتور او رايسمان، ودي رايسمان نود، ودي بتبقى موجوده عند الجنكشن اوف ذا تو كاردياك لوبس، تو كاردياك ايه لوبس بتاع الرايت ايه الرايت لانج، بيبقى فيه موجود لينف نود هنا بيسموها الرايسمان او بيسموها الانسبكتورز ايه لينف نود. كل دول بيصرفوا بيعملوا درينج لللانج، بيعملوا درينج لايه لللانج. طيب بيصبوا فين؟ بيصبوا بالنسبه للليفت بتصبوا في الثوراسيك داكت، الليفت بتصبوا فين؟ في الثوراسيك داكت اللي هي الايه الرايت، الرايت بتصب في البوستيريور ميدياستاينال او الثوراسيك داكت، بوستيريور ميدياستاينال او الثوراسيك ايه داكت. الميدل والابيكال بيصبوا في الانتيريور ميدياستاينال ليمف نود، انتيريور ميدياستاينال ليمف نود، دي ومجموعه الايه البرونكيال ليمف نودز. في ليمف نود برضه اسمها الاكزيلاري، دي بتبقى تحت الاسكابولا اللي هي رقم 2، بتشير الى رقم 2 تحت الاسكابولا، كفرد بالاسكابولا وسيتويتد ات ذا ميد واي ليفل اوف ذا سكند ريب، عند الميد واي ليفل بتاع السكند ريب بتبقى موجوده الايه الاكزيلاري ليمف نود. بتعمل درينج للماسلز بتاعت الشولدر والفور ليم، تمام، وبتصب فين الافرنت، الافرنت بتاعها بيروح فين؟ الافرنت بتاعها بيروح بتصب في البريبكتورال، البريبكتورال ايه نودز، الافرنت بتاعها بيروح للايه، بيروح للبريبكتورال ايه نودز، بريبكتورال نودز وليس السوبرفيشال سيرفايكال، بيروح للبريبكتورال ليمف نود، بريبكتورال ليمف نود. ده بالنسبه للاكزيلاري. طيب بالنسبه للنود اللي موجوده في الابدومن والهايند كوارتر، بقى كده خلصنا منطقه الايه الشيست والايه والفور كوارتر. طيب المنطقه اللي ورا بقى اللي هي منطقه الايه الابدومن والهايند كوارتر، اول حاجه عندنا اللمبر، ادي اللمبر اهي مكانها، تمام، وادي مكانها الايه الاي، الاي اللي هي هنا كده، دي بيسموها ايه اللمبر، بيسموها ايه دول كده، المجموعه دي بيسموها اللمبر. مالها اللمبر دي بقى؟ بتبقى بتوين الترانسفيرز بروسيسز بتاعت اللمبر فيرتبري، اللمبر فيرتبري بيبقى لها بروسيسز كده، بين هذه البروسيسز وبعدها بيبقى موجود اللمبر ايه اللمبر فيرتبري اللي هي الاي، اللي هي المجموعه دي، المجموعه دي اهي دي بنسميها اللمبر. دي بتعمل درينج لللمبر ريجون البروتينيوم، وافرنس جايه من الاكسترنال والانترنال الياك ليمف نودز، وكمان افرنس من الساكرال والبوبليتيا ليمف نودز. بتصب فين؟ بتصب في ريسبتكلام كايلي، ريسبتكلام ايه كايلي او سيسترنا كايلي، تمام، ودي سيست مهمه جدا موجوده قبل الثوراسيك داكت على طول، دي مكان اللمبر ايه اللمبر فيرتبري، اللمبر فيرتبري دي اللمبر ايه بين الايه الترانسفيرز بروسيسز بتاعه الايه بتاع منطقه الايه منطقه اللمبر او اللمبر فيرتبري. من ضمن الحاجات الموجوده ايضا في منطقه البطن اللي هي البورتال او الهيباتيك، ودي بتبقى موجوده اراوند البورتال فين في اراوند الهيباتيك ارتري اراوند البايل داكت اند كفرد باي بانكرياس، وبتبقى متغطيه بالايه بالبنكرياس زي ما احنا شايفين كده. ادي الليمف نود رقم 1، الليمف نود رقم 2، ماشي، نمبر 2 ونمبر 1، ماشي، دي بتعتبر الهيباتيك او البورتال ليمف ايه البورتال ليمف نودز نمبر 1 نمبر 2، تمام. طيب بالنسبه للبورتال ليمف نودز بتعمل درينج للليفر للبنكرياس والديودينم، بتصب فين؟ بتصب في ريسبتكلم كايلي، في ريسبتكلم ايه كايلي، دي البورتال ايه ليمف نودز. الرينال، الرينال طبعا من اسمها على طول بتبقى موجوده فين اهي الرينال اللي هي الاثنين دول، الاثنين دول هنا بتبقى الكليه بتبقى موجوده في الحته دي وبتبقى مستخبيه في الحته دي، فهي بتبقى بيلونج تو بيلونج، هي طبعا الرينال بتعتبر من مجموعه اللمبر، من مجموعه الايه اللمبر. بتبقى along the course of ايه of renal vessels، along the course of renal ايه renal vessels at entrance to the kidney، at entrance to the to the kidney. بتعمل الرينال دي بتعمل درينج لايه للكيدني والادرينال جلاند، وبتصب فين؟ بتصب في receptacleum كايلي، receptacleum ايه كايلي. الميزنتريك دي بتبقى large number elongated between the peritoneal folds of the mesentery duodenal and jejunal groups، المنطقه دي كلها فيها الايه فيها الميزنتريك ليمف ايه الميزنتريك ليمف نودز. بتعمل درينج لايه بقى دي الميزنتريك سمول انتستين. طب بتصب فين؟ بتصب في ريسبتيكولم كايلي، ريسبتيكولم ايه كايلي. السبلينيك دي مش موجوده في الكاتل، السبلينيك مش موجوده في الايه في الكاتل، والسبلين في الحاله دي بيعمل ايه بيعمل درينج للليمف بتاعه فين في الجاستريك نودز. طب الجاستريك نودز دي فين؟ تبقى لونج ذا رومن، بتبقى لونج ايه لونج ذا رومن، وبتعمل درينج للرومن والسبلين، وفي نفس الوقت بتصب فين في ريسبتيكولم كايلي، ريسبتيكولم ايه كايلي. طيب مجموعه الالياك جايه من الاليم، عارف عظمه الاليم هترجع للسكيلتون هتعرف فين عظمه الاليم. فمجموعه الاليم هم زي المجموعه دي،
اللي هي بيسموها اكسترنال الياك وانترنال الياك، الاي اكسترنال الياك والاف انترنال الياك، ومجموع على الكاركاس نفسها، على الكاركاس نفسها ادي الايه، ادي الاليك، ادي الميديال الياك وادي اللاترال الياك. ماشي، الميديال الياك والطلق اللاترال ايه، الميديال اللي هو الانترنال واللاترال الياك اللي هو الاكسترنال. ماشي، تبقى موجوده فين بقى؟ هنعرفها واحده واحده. المجموعه الاولى اللي هي انترنال او بيسموها الميديال الياك، ودي بتبقى موجوده عند الجنكشن اوف ساكرام واللاست لامبر فيرتبري. يبقى اخر لامبر فيرتبري اهي، اخر لامبر مع اتصالها مع الساكرام، واتصالها مع الساكرام بتوجد الايه، بتوجد الايه، الانترنال الياك اللي هي الاف. تمام، بتعمل درينج للبلفيك ماسل، البلفيك ماسل اند بلفيك فيسرا، السب لامبر ماسلز، الثاي، الفيمر، التيبيا، الباتيلا، التارزس، الميتاتارزس، الجينيتال اورجنز، والكيدني، وكمان اي افرنت جاي من الاكسترنال الياك، البريكرورال، السكياتيك، والسوبرفيشال انجوينال ليمف نود. طيب بتصب فين؟ بتصب في اللامبر ليمف نودز او في ريسبتيكولام كايلي. دي مجموعه الايه، مجموعه الانترنال الياك اللي هي الاف. طيب الاي اللي هي الاكسترنال او بنقول عليها اللاترال الياك، ودي بتبقى لاترال تو انترنال الياك، اهي لاترال تو للايه، للانترنال الياك، اهي لاترال تو للانترنال ايه الياك، اندر ذا اكسترنال انجل اوف ذا اليوم، تحت الاكسترنال انجل اوف ذا ايه، اوف ذا اليوم او اوف اليوم. ماشي، بتعمل درينج للابدومينال ماسلز، السب لامبر اريا، للبروتينيوم، للافرنس اللي جايه من البوبليتيال ليمف نود، بوبليتيال ليمف نود. طب بتصب فين؟ بتصب في الانترنال الياك، الانترنال ايه، يبقى الاكسترنال بتصب في الانترنال، الاكسترنال بتصب في الانترنال اهو، وكمان بتصب في اللامبر ايه، في اللامبر ليمف نودز اللي هي المجموعه دي، لامبر ليمف نودز المجموعه ايه دي. طيب السوبرا ماماري او السوبرفيشال انجواينال، الاثنين نفس المكان تقريبا، بس دي في الفيميل وده في الميل. فالسوبرا ماماري في الفيميل بتبقى اباف اند بيهايند ذا اذر، بتصرف لمين؟ بتصرف منطقه الاذر والاكسترنال جينيتاليا. طيب بتودي فين؟ بتودي للديب انجواينال اور انترنال الياك، ديب انجواينال او انترنال ايه، او انترنال الياك، ادي الانترنال الياك اهي اللي هي الميديال الياك. ماشي، او الديب انجواينال اللي هنتكلم عليها دلوقتي. فين الديب انجواينال؟ اهي الديب انجواينال اللي هي الدي، اللي هي دي اهي، ادي الديب ايه، الديب انجواينال. تمام، دي السوبرا ايه ميموري. اما السوبرفيشال انجواينال نفس الكلام تقريبا بس في الميل بقى، دي بتبقى موجوده في الفات اراوند النيك اوف سكروتم اند بيهايند السبرماتيك كورد، وتبقى دي بتعمل درينج للاكسترنال جينيتاليا والسكين اريا، والسكين اريا اللي حوالين الاكسترنال ايه جينيتاليا. طيب بتودي فين السوبرفيشال انجواينال؟ السوبرفيشال انجواينال بتودي في الديب انجواينال اللي هي الدي، بتودي للديب ايه، الديب انجواينال، وتودي للانترنال الياك، نفس الكلام، نفس الايه الكلام. طب في ايه هي بقى الديب انجواينال دي؟ الديب انجواينال اللي هي بنقول عليها موجوده في الانجواينال كانال اللي هي الدي، الدي موجوده فين؟ طبعا السوبرفيشال انجواينال هي مكانها اهو بالنسبه للميل، لان دي كاركاس كده بتاعت ميل، لكن دي ايه، هنا السوبرا ميموري موجوده في الايه، موجوده هنا الميموري اهي، الميموري ماشي، سوبرا ميموري، سوبرا ميموري ليمف نود هنا موجوده هنا، لكن ده ميله هي موجوده ايه، سوبرفيشال انجواينال. فالديب انجواينال هي موجوده في الانجواينال كانال، بتعمل درينج للهايند ليم اند ابدومينال وول، وبتصب فين؟ في الانترنال الياك. يبقى كل المجموعه دي كلها بتصب في الانترنال ايه، الياك. طيب السكياتيك بتبقى في الميد واي بتوين البوستيريور بارتس بتاعت الاسكام والساكرم، في عندنا الاسكام والساكرم بون موجوده ورا، فالميد واي في المنتصف بين الاسكام والساكرم بتبقى موجوده الايه، موجوده الاسكياتيك، وتبقى الدرينج اريا بتاعتها هي البوستيريور بيلفيك اورجنز، بوستيريور بيلفيك اورجنز يعني البيلفيك اورجنز اللي موجوده في الاخر خالص. ماشي، مع الافرنت بتاع البوبليتيال، مع الافرنت اللي جايه منين، من البوبليتيال. تمام، وبتصب فين؟ بتصب في الانترنال الياك ليمف نود، بتصب في الانترنال الياك ليمف نود. برضو خلي بالك ان الانترنال الياك ماشيه معانا بقى لها فتره، كلهم بيصبوا ايه، بيصبوا فيها اللي هي اللي بيسموها الميديا الايه، الميديا الالياك او الانترنال الالياك اللي هي هذه الليمف نود. البريكرورال او بيسموها الصب الياك او البريفيمورال، ودي برضو من الليمف نودز المشهوره جدا، دي بتبقى موجوده عند الايه، ات ذا ايدج اوف تنسور فاشيالات. يبقى دي المصر هي اللي بيسموها التنسور فاشيالات، عند الايدج بتاعتها موجود الايه، موجود هذه الليمف نود اللي هي الصب الياك او البريفيمورال او البريكرورال ليمف نود، وبتبقى حوالي يعني 80 سنتيمتر، 80 سنتيمتر داون اوف ذا ابيكس اوف ذس ماسل،
يعني تحت تحت الايبكس بتاعت هذه النصبه حوالي 18 سم بتبقى موجوده هذه الايه، هذه البري فيمورال او البري كرورال الليمف نود، بتعمل درينج للسكن البريبيوس والسوبرفيشال ماسلز والامبيليكس في الكافس، الامبيليكس في الايه في الكافس، بتصب فين برضه في الانترنال الياك ليمف نود اهو، ده مكانها على الكاركس، ومكانها هنا بنقول تحت الايه بتبقى تحت الباتيلا بحوالي 20 ل 25 سم، دي الباتيلا هي تحتها كده ب 20 ل 25 سم بتبقى موجوده هذه الايه، هذه الليمف نود، ودي طبعا من الليمف نودز الاساسيه اللي بتتفتح في على الكاركس. يعني اخر حاجه تقريبا موجوده في الليمف نودز الموجوده في المنطقه الخلفيه للحيوان هي البوبليتيا ليمف نود، ودي موجوده فين؟ موجوده في منطقه الراوند، عارف المنطقه دي اسمها الراوند، وموجود فيها ليمف نود اساسيه اسمها ايه؟ بوبليتيا ليمف نود، بتعمل درينج ليه؟ لللور بارت اوف ليج اند فوت. طب بتصب فين؟ بتصب في اللمبر الالياك والاسكاتك، بتصب في اللمبر ليمف نودز الالياك ليمف نودز والاسكاتك ليمف نودز، دي البوبليتيا اللي هنا اللي هي ايه، هذا هي الليمف نود الاساسيه الوحيده الموجوده في منطقه الراوند اهي، موجوده على الايه على الكاركس نفسها، وزي ما انت شايف كده دي البوبليتيا الايه، البوبليتيا الليمف ايه نود في منطقه الايه الراوند، قطعيه الراوند، البوبليتيا الليمف نود اهي موجوده في قطعيه الراوند، تمام، ده البوبليتيا الايه ليمف نود. دي اخر حاجه بنتكلم عليها في اخر حاجتين هنتكلم عليهم اللي هم الايه البيج ليمف نودز اللي هي الليمف نودز الموجوده في الخنزير، والبيج ليمف نودز بتبقى زيها زي الكاتل، بعض في بعض الفاريشنز زي ايه، في الهيد والنيك بتبقى نورمالي ريد ان كلر، الليمف نودز نفسها بتاعت البيج بتبقى لوبيوليتد مفصصه. طيب اهم الليمف نودز الموجوده في البيج ايه؟ السب ماكسيلاري الانتيرير والابر سيرفايكال الباروتيد البريسكابولر البريكرورال البوبليتيال الجاستريك البرونكيال والبورتال ليمف نودز اللي هي ممثله على هذا الايه على هذا الشكل، دي اهم الليمف نودز الموجوده في الايه في البيج، فيعني اختلافات مش كتيره بين البيج والايه والكاتل. طب بالنسبه للكامل ليمف نودز، الكامل ليمف نودز بقى ده بيبقى زيه زي الكاتل مع بعض الفاريشنز بقى، ان برضه بنلاقي فيه لوبيوليشن في السوبرفيشال نودز، يبقى السوبرفيشال نودز في الكامل بتبقى لوبيوليتد برضه. اهم الليمف نودز الموجوده في الكامل هي اللي مكتوبه قدامنا هنا، هي دي الليمف نودز زي البري باروتيد الفارنجيا رقم 2 البري سكابولار انفيريور سيرفايكال اكسترنال ثوراسيك 5 و6 البيكتورال كيوبيتال اليو بيلفيك سوبرفيشال، لكن في بعض الليمف نودز مش موجوده في الكامل اصلا زي البري كرورال غير موجود، الديب انجوينال الانتيريور استرنال الفنترال ميدياستاينال والساكرال والابيكال، كل دول مش موجودين في الايه في الكامل. وطبعا هنمشي بقى معانا الليمف نودز وهتمشي معانا الليمفاتيك سيستم، وهيبقى مهم جدا جدا في الحكم على الامراض وخصوصا التي بي، فالليمفاتيك سيستم من السيستمز الاساسيه اللي المفروض اي ميت انسبكتور يكون عارفها، واي فيترينير متخصص في الكشف عن اللحوم يبقى عارفها، لانها مهمه جدا 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 في عمليه الكشف وعمليه البوست مورتم انسبكشن. ونشكركم شكرا جزيلا على حسن الانصات وعذرا للاطاله، وان شاء الله نلتقيكم في محاضره قادمه باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله.